دكتور أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. النهاردة من خلال جولتك على مختلف كليات الجامعة لمتابعة سير أول يوم لتقديم أوراق الترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب، رأي حضرتك النهاردة في الأعداد أعداد الطلبة اللي قدموا الأوراق؟ أولا كل سنة ومصر كلها بخير. الآن الحمد لله في ظل استقرار البلد وأمنها الانتخابات النهاردة بدأت. إقبال كبير في طلبة وطالبات جامعة جنوب الوادي على الترشح. أنا لفيت في معظم الكليات الحمد لله، يعني كل لجان فيها إقبال وفيها عدد عايز يترشح. احنا بالتأكيد بنحث الطلاب على ممارسة العملية الديمقراطية. نتمنى بإذن الله تعالى للجميع الفوز، وأكيد كلهم هيفوزوا، لأن إذا اختاروا زميل ليهم أو زميلة ليهم فبالتأكيد الزميل أو الزميلة هيقوم بالدور اللي هو أنا كنت أتمنى كطالب، إن أنا يعني يبقى لي نشاط في اللجنة، فنية، ثقافية، اجتماعية، رحلات في العلمية وما شابه ذلك. الشيء الآخر إن هذه العملية يعني فيها جو، يعني جو التعلم، أن الطالب يتعلم من الآن في داخل جامعته أنه أولا عنده صوت، هذا الصوت مؤثر جدا، عنده حق أن يكون هذا الطالب مرشحا في لجنة هو يختارها، عنده حق أنه يذهب يوم 11 إن شاء الله إلى الانتخاب لكي ينتخب من يشاء بدون أي ضغوط، بدون أي شيء على الإطلاق. وده يعني ممارسة ديمقراطية عملية أكيد الطالب حيستفيد منها بعد التخرج إن شاء الله، عندما يذهب إلى لجان الاقتراع وعندما يرشح نفسه سواء في البرلمان أو في أي نقابة أو في أي شيء، أنه هو تعلم هذا الدرس. وشيء مهم جدا لطلبة وطالبات جامعة جنوب الوادي أن يبقى لهم تواجد أيضا في المجتمع وفي المجالس النيابية إن شاء الله. إن شاء الله. يا دكتور، كلمة بتوجهها للطلبة المرشحين وطلبة الناخبين. هذه الكلمة أنه الطالب اللي يرشح نفسه لابد يكون عنده برنامج مقنع لزملائه، لابد يكون صادق في تنفيذ هذا البرنامج، لأن الانتخاب هو أمانة. يعني الطالب عندما يعطيه صوته هذا الصوت هو أمانة، لأن الطالب في النهاية كل مجلس اتحاد الطلاب هو اللي حيمثل 53 ألف طالب وطالبة في جامعة جنوب الوادي. فالطالب سواء في أي لجنة من اللجان، سواء أمين أو أمين مساعد أو رئيس اتحاد طلاب جامعة أو أيضا أمين مساعد، كل هؤلاء بيمثلوا 53 ألف طالب وطالبة. لازم يكونوا قريبين من زملائهم، لازم فيما بعد ينقلوا أي مشكلة عند أي طالب، لابد أنهم يحاولوا أنهم يساعدوا زميلهم، لابد أنهم يفعلوا الأنشطة الطلابية، لأن الأنشطة هي جزء من العملية التعليمية سواء كانت أنشطة ثقافية، رياضية، اجتماعية، رحلات فنية وما شابه ذلك. ونتمنى للجميع النجاح إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا حضرتك يا دكتور، وبإذن الله انتخابات قوية وعلى أعلى تنظيم. إحنا منتظرين كل الطلاب يوم 11، وأكيد إن شاء الله حتكون الممارسة الديمقراطية ممارسة مشرفة لجامعة جنوب الوادي. إن شاء الله. شكرا لك.